Welcome to Hurghada. Everybody get up. السيد اللواء الحرب احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، السيد الاستاذ احمد سامح رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، السيد الاستاذ حسام الشاعر رئيس مجلس اداره شركه سرايز لاداره الفنادق والمزارعات السياحيه، مستر جان كلود جمهور رئيس الاتحاد الدولي للبليارد، مستر جورج العريف رئيس الاتحاد الاوروبي للبليارد، الاستاذ حسين الشريف رئيس الاتحاد الافريقي للبليارد، الساده اعضاء الاتحاد الاوروبي، الساده زملاء اعضاء الاتحاد المصري، الاستاذ حاتم زكريا رئيس اللجنه المنظمه، الساده الحضور الكرام، باسم الاتحاد المصري للالعاب البلياردو ونيابه عن السيد محمد القباع رئيس الاتحاد المصري للدول الحاليه للاتبياء، لتمثيله لمصر الجمعيه العموميه الذي حل تمثيله لمصر الجمعيه العموميه دون حضور اليوم. يسعدني ان ارحب بكم جميعا في افتتاح بطوله كاس العالم للبلياردو التي اعتدنا ان تجمعنا افضل لعيبه العالم سنويا منذ 10 عاما على التوالي. كما قلنا نتقدم بشكر خاص لمؤسسة أخبار اليوم على دعمها المستمر لهذه البطولة خلال 10 سنوات عقيدة وبركات. مع قدر الكلمات جميعا بتشكيل كبير التركيز. والآن كلمة السيد الأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد اللواء كان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، السيد جان كلود ديبون رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو، السيد وولفرد فريدمان رئيس الاتحاد الاوروبي، الاستاذ فاروق الدرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو، الاستاذ عمرو الخراطي نائب رئيس الاتحاد المصري للعب البلياردو، الاستاذ حسين شريف رئيس الاتحاد الافريقي، الساده الضيوف اهلا بكم في واحده من اجمل البقاع الساحره على ارض مصر الغاليه. اهلا بكم في مدينه الغردقه عروس البحر الاحمر. أهلا بكم ونحن نفتتح البطولة 12 لكأس العالم للبلياردو على هذه الأرض المباركة. إنني أتحدث إليكم اليوم وأنا فخور بالمواطن المصري الأصيل وصاحب واحدة من أعرق الحضارات في التاريخ، وفخور بالمواطن المصري الذي أثبت للعالم ولنفسه أولا أن مصر فوق الجميع. إننا هنا اليوم وسط هذا الجمع العالمي الكبير الذي يضم مؤسسين 18 دولة ويقدر عددهم ب 148 لاعبا الى جانب المرافقين لهم الذين حضروا خصيصا ليستمتعوا بتلك شمس الغرداء الساحره مع متابعه منافسات البطوله الدوليه. وقد تلاحظون الملاحظه الاولى ان عدد المشاركين في الادوار الاولى للبطوله هذا العام قد ارتفع من 128 الى 148 لاعبا، وهو تطور مهم يؤكد نظره الاتحاد الدولي وثقته الكبيره في قدره الاتحاد المصري والمنظمين المصريين على تنظيم اكبر البطولات الدوليه. ونحن إذ نقوم بتنظيم هذه البطولة ونتمسك بإقامتها في هذا الوقت بالذات، فإننا نؤكد للعالم أجمع أن مصر لن ترقع ولن يستطيع أحد أن يوقف مسيرتها في الانضمام، وستظل مصر دائما هي البلد الأمن والأمان. ومن مكاني هذا فإني أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه البطولة في موعدها وفي مكانها، ويحضرني في هذا المقام السيد الأستاذ هشام العزور وزير السياحة، والكابتن طاهر عزيز وزير الدوله الرياضه، واللواء الكابتن احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، والاستاذ ناصر حمدي رئيس هيئه تنشيط السياحه، والاستاذ حسام الشاعر رئيس مدير منتجعات سرايز، وكل العاملين في وزاره السياحه. تحياتي لكم وارجو ان تكون بطوله موفقه للجميع وفقرا من هذا اليوم. اليوم 18 دوله اتت الى مصر إلى محافظة البحر الأحمر إلى الغردقة لكي تشاهد ولكي ننقل الصورة الحقيقية عن مصر. أقول لكم بالتوفيق، إن شاء الله في ختام البطولة نحتفل سويا ونقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين، وأقول لكل من أتى وشارك في هذه البطولة شكرا، شكرا على حضورك، شكرا على هذه المشاركة. أقول للسادة الحضور أهلا بكم مرة ثالثة ورابعة وعاشرة، وأتمنى أن تستمتعوا بجو الغداء بحلاوة شواطئها بشمسها الدافئة بطيبة أهلها، فأهلا بكم مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق ومحافظ البحر الاحمر الحالي. اهلا بحضرتك. سياده اللواء، يعني قبل ما نتكلم عن الرياضه وقبل ما نتكلم عن اي حاجه، هنتكلم عن الروح الجميله وعن عوده السياحه، وان الغردقه بدات ترجع للغردقه القديمه اللي هي نسبه الاشغال بدات تمشي دلوقتي في المعدلات اللي احنا كنا بنتمناها. الحمد لله، وهو يمكن النشاط اللي انتوا تابعوه النهارده دي احد محاور تنشيط السياحه للعلم، يعني لان طبعا لما يجي لنا وفود من 18 دوله ولاعبين مشتركين وقنوات فضائيه دوليه وتنقل هذا الحدث، ثق تماما انها بتبقى رساله ايجابيه عن مصر في الخارج. لان طبعا احنا عارفين ان سبب انخفاض اعداد السياح في الفتره اللي فاتت كان نتيجه يعني ان كانت بتصور محافظه البحر الاحمر على انها يعني معلش ضمن مصر والاحداث اللي موجوده يبقى دي موجوده في البحر الاحمر، وكانت الصوره منقوله سلبيا عن مصر، عن تعمد، عن يعني عدم حقيقه، حاجات كتيره جدا. ويمكن ناس كتير من الاجانب قالوا لي هذا الكلام، قالوا لي لما بنفتح التلفزيونات بنلاقي على البار نيوز ايجيبت وموضوع اللي بيولع فرد الكاوتش اللي بيولع. فاحنا قلنا لا، نبدا نستقدم بقى الوفود الاعلاميه من كل دول العالم، واعتبارا من شهر 9 وجد يمكن ركزنا تماما شهر 9 وشهر 10 وشهر 11، ويمكن كان اخرهم وفد جنة من المانيا حوالي 300 واحد سواء من الاعلاميين او وكلاء السياحه يعني، وقبل منه كان الوفد البولندي 120 من العاملين في مجال الاعلام والسياحه. ثق تماما ان دول، وهو ده طلبنا، بنقول لهم انقلوا الصوره الحقيقيه اللي انتم شايفينها. سياده اللواء، هو واضح ان في جهد من حضرتك ملحوظ، لان ده ما حصلش الا من بعد حضرتك ما جيت هنا، وان يعني بيقولوا الخير على قدوم الوالدين. يا رب. بس في حاجه، يعني احنا كل مؤسسات الدوله كلنا كنا متكاتفين لهذا الغرض، وزارة الخارجية وزارة السياحة والمستثمرين والعاملين في المجال للسياحة، وإحنا كجهاز تنفيذي في المحافظة، لأن إحنا كان لينا هدف رئيسي عودة السياح للموسم الشتوي ما يهربش مننا. وبالمناسبة إحنا عارفين إن السياحة هي أسرع رافد لتنشيط الاقتصاد القومي، لأن أساساً المنشآت السياحية متواجدة عندنا الحمد لله وبمستوى راقي، عمالة ماهرة ومدربة موجودة، يتبقى ان السياح يجي، والسياح بره بيعشقوا البحر الأحمر. فإحنا كان كل العملية ان احنا عايزين نوضح الصورة ونزيل حالة التخوف اللي عند الناس، والحمد لله يعني قد انتم شايفين، وبدأت الفرحة على وجوه المواطنين كمان وعلى وجوه أبنائنا العاملين في مجال السياحة، لأن في شهر 9 مش عايز أقول لك كان حوالي 70% من المنشآت كانت قافلة. فالحمد لله النسبة ارتفعت، وكل أبنائنا العاملين في هذا المجال عادوا تاني لعملهم، وبدأت نسب الإشغال ترتفع. ونتمنى في أعياد الميلاد إن شاء الله، لأن احنا بنكثف مجهوداتنا على هذا الاتجاه، إن نسب الإشغال إن شاء الله ترتفع عن المعدلات الموجودة. البطولة دي بتمثل إن احنا بقالنا 10 سنين أو أكثر بننظمها، وبننشر بيها ثقافة بيهتم بيها العالم كله. هي بطولة البلياردو، لعبة البلياردو بره ليها اهتمام خاص عالمي، وفي قناة فرنسية بتيجي تحضر هنا أخرى اسمها بتنقل هذه البطولة لأكثر من 48 دولة. وكنا حريصين السنة دي بالذات على إن لازم البطولة تتعمل على أساس نبلغ العالم إن إحنا لسنا تحت ظروف استثنائية، بل بالعكس إحنا الحياة في مصر حياة طبيعية، والأحداث اللي بتحصل أحداث استثنائية نتيجة بعض الظروف الغير مفهومة حتى لينا إحنا كشعب مصري، نتيجة بعض التصرفات العالمية الغير مفهومة اللي هي بتترصد لمصر، لكن بفضل الشعب المصري ويقظته وفضل جيش مصر العظيم والداخلية المصرية، قدرنا ان احنا نبدأ تتراجع هذه الموجة من الحقد والكراهية اللي بتكونها بعض الدول المحيطة بمصر.
وان شاء الله مصر هتظل والى الابد في امن وامان ان شاء الله. دول العالم ما خافوش ان هم يجوا اللعيبه بتاع دول العالم اطلاقا، لانهم انا اذكر حادثه ظريفه جدا، كان في صديق كويتي هنا في مصر، وهذا الصديق بعد ما سافر من مصر هنا كان في زياره، سمع على بعض الفضائيات وتحديدا على قناه للاسف عربيه جزيره، قناه الجزيره، سمع ان مصر فيها خطف وفيها وفيها وفيها. فالراجل قاعد في وسط اهله حكى لهم قصه ظريفه جدا، قال لهم يا جماعه الحق ما يحدث في مصر لا يتعدى مساحه كيلومتر مربع. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا بنزل ميدان التحرير اشوف الاحداث، بطلع كوبري 15 مايو، انزل ماريوت الاقي الحياه فيها السهر والاندماج وكل حاجه. فدي حاله استثنائيه للي بيبحث عنه، لكن شعب مصر بيعيش في امان وفي راحه. انما التظاهر والانتقال الى اتجاه جديد في الديمقراطيه والحاجات دي قد يكون في ناس مصرين على انهم يخلوها بالشكل بيكبروها وبيعملوا لها نوع من النقل للعالم. احنا بنشوف في قنوات العالم اللي ما بيحصلش في ارض مصر. فان شاء الله ان شاء الله هنستمر تعمل بطوله، وان شاء الله هتظل مصر امنه ان شاء الله. ولو اهم حاجه ان احنا يعني الدعاء لمصر ان احنا نعمل احداث هنا في مصر، الناس تشوف بنفسها ان في امن وفي امان وان ما فيش مشكله وان الدنيا ماشيه عادي، احسن ما اعمل اعلان بره اقول له تعالى مش هيصدقني. ولذلك احسن دعايه ممكن تتعمل والناس بتتابعها هي الرياضه الفن. فالاحداث الرياضيه كلها او اي مسابقات رياضيه هي اكبر دليل بتثبت عن طريق الاعلام ان في حدث رياضي يبقى في استقرار وفي امن وفي ناس بتيجي تتفرج على الحدث الرياضي، ويبقى الناس شايفه لايف ان ما عندناش مشكله. فدي يا ريت تكتر منها، يعني البطولات دي يكون كتير منها، يكون يا ريت كل شهر حتى يكون في بطوله كده ان شاء الله. شايف مؤسسات الدوله في مصر مديه للسياحه الرياضيه حقها، سواء اذا كان بطوله بلياردو بتقام في الغردقه؟ الناس كتير ما تعرفش عنها حاجه بصراحه. لا شايف مش مديها حقها طبعا، يعني المؤسسات الدوله مش مديها حق البطولات دي. وبعدين مش يعني هو بص هسه مش في الرياضه بس، يعني هي حتى عندنا في السياحه في حاجات كتيره جدا. هم في الحكومه او مؤسسات الدوله بيشتغلوا جزر منعزله، يعني انت في حدث رياضي زي ده يبقى لازم هيبقى في وزاره الرياضه ووزاره السياحه ووزاره الاعلام كلهم بيحطوا برنامج مع بعض ويكون في التزام على كل واحد مع المحافظه مع كل ده ما بيتمش. انت بتلاقي جهه واحده اللي بتعمل الموضوع هي شايله الموضوع ومحدش بيساعدها. لا السياحه في مصر يعني الحمد لله زي ما بيقولوا السياحه تمرض ولا تموت، يعني السياحه في مصر طبعا احنا في ازمات من سنه 90 وبيحصل ازمات واحداث وحاجات زي كده بترجع تاني، يعني هي سريعه الرجوع جدا الحمد لله. ده من ميزه يعني طول ما حضرتك شايف كده الجو دوت والبحر دوت السياحه ترجع ده شيء يعني الواحد عنده ثقه فيه الحمد لله 100%.